ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل عيش الطاسه. معايا نص كيلو دقيق ومعلقتين خميره ومعلقتين سكر، كوبايتين الا ربع ميه. زي ما احنا متعودين هنحط السكر على الخميره دلوقتي، هنحط الميه على الخميره بس ما يكون دافية مش سخنة عشان ما تموتش الخميرة، وهنبتدي نقلبها ونسيبها لحد ما تخمر. دلوقتي الخميرة خمرت اهيت، معايا نص معلقة ملح هحطها على الدقيق واقلبه، واحط الخميرة وابتدي اقلبها. هبتدي اضيف الميه، هلم العجينه وهرجع اقول لكم هي خدت قد ايه ميه. رجعت لكم تاني بعد ما لميت العجينه اهوت، زي ما انتم شايفين هنبتدي نعجنها. لازم نخدم العجينه كويس عشان العيش يطلع حلو، حوالي 10 دقايق كده هعجنها وارجع لكم تاني. دلوقتي انا عجنت العجينه اهوت، والمسا بقطري كده زي ما انتم شايفين، لازم تكون بتلزق حاجات بسيطة. وهبتدي دلوقتي اغطيها بكيس مطبخ، فوطة مطبخ، اي حاجة لحد ما تخمر، وهتخمر وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما العجينة بتاعت العيش اختمرت زي ما انتم شايفين اهي. هبتدي دلوقتي اشيل الكيس وهبتدي اهبطها تاني. هبتدي اكورها، وكل كوره تكون قد التانيه عشان يطلع العيش كله واحد، يعني ميبقاش رغيف تخين ورغيف رفيع كده. يعني معايا دلوقتي صينيه، اي حاجه عندك هترشيها دقيق كده كده عشان العجينه ترتاح عليها، عشان عجينة بتلزق. قال لي هحط ايدي في الدقيق، ودلوقتي هبتدي اكور الكرة تبقى كده. كده كده اهو نعملها كده. ده يبقى شكلها، ونحطها هنا. هكور العجينه كلها وارجع لكم تاني. جات لكم تاني بعد ما كورت العجينه. دلوقتي نص كيلو عمل لي 14 كره، هغطيها اريحها 10 دقايق وارجع لكم تاني. جات لكم تاني بعد ما العجينه ارتاحت اهي لمده 10 دقايق، هاخد اول كره انا عملتها عشان هي اكتر كره ارتاحت. بعد كده هرش شويه دقيق وارش شويه دقيق فوقيها، وابتدي افردها من الشبه كده اهو. لا لا، نفرده حوالي نص سنتي، ما يبقاش رفيع قوي عشان يبقى حلو معانا، واكيد ده يعني العيش ده بيبقى اوفر طبعا من بره، وانضف واحسن عشان معمول في البيت. وممكن لو انت عايزه تعمليه يكون مغذي اكتر للاولاد وكده، ممكن بدل الميه تضيفي لبن اهو. اهو ده شكل الرغيف اهو كده زي ما انتم شايفين. هعمل الكميه كلها وارجع لكم. هقرب لكم الكاميرا عشان تعرفوا تشوفوه. شايفين؟ هنبتدي بقى نقلبه. وبعد ما يحمر زي وشه زي كده هشيله واسوي الكميه كلها واوريها لكم.
جبت لكم تاني اهوت بعد ما خلصت كميه العيش كلها وهوريها لكم. بصوا شايفين من جوه قد ايه هو فاضي وخفيف جدا اهو. شايفين جربوه ان شاء الله يعجبكم، وهو يعني بسيط جدا وسهل جدا ومقادير بسيطه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.